حلقة النهاردة من برنامج R2 هتكون بعنوان خروج نادي الزمالك. للأسف نادي الزمالك خرج بعد ما علّى طموح جماهيره بعد الفوز على الترجي. رجع نادي الزمالك تاني للحالة اللي كان فيها، وقدر نادي شباب بروزداد يكسب نادي الزمالك 2-0 عشان خاطر يقضي على أمال نادي الزمالك نهائيا ويخرج من البطولة. مين اللي هيتحمل خروج نادي الزمالك من بطولة أفريقيا؟ هل الإدارة بتاعة نادي الزمالك هي اللي تتحمل؟ هل الإدارة الفنية هي اللي تتحمل؟ هل اللعيبة هي اللي تتحمل؟ محدش عارف. رجع نادي الزمالك تاني يخش في الدوامة، وبعد الماتش الأخير مع شباب بلوزداد كابتن أسامة نبيه قدم استقالته للمرة مش عارفين الكام، التانية ولا التالتة ولا الرابعة. من فترة كده كابتن أسامة نبيه كان قدم استقالته، وبعد أسبوع رجع تاني بعد ما الإدارة استغنت عن مستر فيريرا. كابتن أسامة نبيه مسك النادي لمدة أسبوع بس، وبعد كده طلع اتكلم على مستر فيريرا كلام حلو جدا، فالإدارة رجعت مستر فيريرا. رجعت مستر فيريرا ليه؟ عشان خاطر الشرط الجزائي. اشتغلوا الاتنين مع بعض ورجعوا تاني ما اتفقوش، لكن المرة دي بنلاقي كابتن أسامة نبيه بيقدم استقالته عشان خاطر يسيب النادي في عز الأزمة اللي هو فيها، والإدارة بتاعت نادي الزمالك قررت هي كمان تستغنى عن مستر فيريرا، لكن بيحاولوا يدوروا على البدايل. يا ترى مين اللي هيمسك نادي الزمالك في الفترة اللي جاية؟ ده اللي هنستنى ان احنا نشوفه. بعد ماتش الزمالك بقى وشباب بلوزداد، فتحت الراديو كده عشان اسمع الاستوديو التحليلي بعد الماتش بيقول ايه. لقيت كابتن سامي الشيشيني والاستاذ حسن المستكاوي بيتكلموا عن الازمه اللي فيها نادي الزمالك وايه الحل. كابتن سامي الشيشيني قال لازم الاداره تمشي فيريرا، خلاص فيريرا خلص وما عندوش حاجه تانية يعملها. لكن الاستاذ حسن المستكاوي اعترض وقال له طيب هي الاداره هتجيب مين؟ هل هيجيبوا مدرب مصري ولا هيجيبوا مدرب اجنبي؟ وايه هي المعايير اللي اداره نادي الزمالك هتختار المدرب الجديد للنادي؟ يا استاذ حسن، لو كانت الإدارة بتتكلم في معايير أو أي حاجة في حياتنا بنتكلم إن إحنا بنختار على أساس معايير، ما كانش زمان ده بقى حالنا. يعني في الكورة هنسيب نادي الزمالك وهنرجع للنادي الأهلي. نادي الأهلي كان عنده مشكلة في المجموعة بتاعته، وكان عنده أزمة كبيرة جدا في الماتش الأخير ما بين نادي سان داونز وما بين نادي الهلال. كان الأهلي عامل أزمة وكان طالب مراقبة من الاتحاد الأفريقي على الماتش ده، عشان خاطر كان فاكر إن سان داونز هيفوت الماتش لنادي الهلال. اتفرجنا على الماتش، نادي سان داونز فضل يودي الماتش ويجيبه. تقريبا الماتش كان خلاص بيخلص بنتيجة التعادل 1-1، لكن في الوقت بدل الضايع الحكم بيحسب ضرب الجزاء لنادي الهلال. طبعا جماهير النادي الأهلي كلها حطت إيديها على قلبها، لكن بيخش لعيب نادي الهلال أطهر الطاهر اللي كان بيلعب في نادي سموحة، وبيحط الكورة بشكل غريب جدا في صدر الجون وهو بيترمي عليها. طبعا جماهير النادي الأهلي فرحت جدا بصد ضربة الجزاء دي، لأن الصدة دي رجعت الأمال تاني للنادي الأهلي. دلوقتي بقى مصير النادي الأهلي في رجليه، في آخر مواجهة هتكون ما بينه وما بين نادي الهلال. النادي الأهلي هنشوف هيعمل إيه. الماتش ده لو حصل فيه حاجة كده ولا كده غير فوز النادي الأهلي، هتحصل أزمات كبيرة جدا للإدارة، وهيرجع الجماهير تهاجم الإدارة تاني على السوشيال ميديا. في المواجهة اللي قبل دي اللي كانت ما بين الأهلي وما بين القطن، شفنا النادي الأهلي في مستوى حلو جدا، وشفنا كابتن محمود كهربا وهو بيحط 3 أهداف في القطن الكاميروني، والجون الرابع بيدخله كابتن بيرسي تاو. يا ترى كابتن محمود كهربا أزمته هتتحل ولا لأ؟ ده برضو اللي هنشوفه في الأيام اللي جاية، بعد ما كابتن محمود كهربا المحامي بتاعه صرح وقال إن هو خلاص هيدفع الغرامة بتاعته، لكن في آخر يوم من المهلة اللي متحددة. وجبنا لكم كده من الكواليس إن كابتن محمود كهربا بيصور إعلان مع شركة اتصالات هينزل إن شاء الله في رمضان. يا ترى فلوس الإعلان ده هي اللي هتكون الفلوس اللي هيدفعها كابتن محمود كهربا للزمالك، ولا هيوفر فلوس من ناحية تانية؟ ده اللي هنشوفه وهنعرفه. بس الواضح لحد دلوقتي ان كابتن محمود كهربا خلاص دخل مزاج مستر كولر، وخلاص مستر كولر بقى معتمد عليه بشكل كبير جدا، لان بصراحة مستواه في الفترة الاخيرة كان مستوى عالي جدا. لو هنيجي بقى للبطولة الكونفدرالية، طبعا احنا بيمثلنا من مصر فيها نادي بيراميدز ونادي فيوتشر، ولكن بعد الجولات الأخيرة اتبقى مواجهة ما بين نادي بيراميدز وما بين نادي فيوتشر. المواجهة دي هتحدد تاني فريق يصعد مع فريق الجيش الملكي المغربي في المجموعة بتاعة بيراميدز وفيوتشر. هنستنى ايه اللي هيحصل ومين اللي هيصعد كمركز تاني مع فريق الجيش الملكي.
هنشوف مين اللي هيصعد معانا. هنستنى بقى طبعا في الفترة اللي جاية اختيارات النهائية لمستر روي فيتوريا عشان خاطر الماتشات والمواجهات المهمة لمنتخب مصر مع ملاوي، عشان خاطر نحسن وضعنا في المجموعة. ده اللي هنتابعه في الفترة الجاية، استنونا عشان خاطر نجيب لكم كل الأخبار في برنامجنا R2.